أرجوك يا كابامارو. أنا روي تونو، أنا قائد فريق البيسبول في نادي الكونغيوكو. سأطلب منك خدمة واحدة فقط. أرجوك يا كابامارو، انضم إلى فريق البيسبول. جهازك العصبي الفريد وبنيتك القوية، ألا ترى أنك خلقت لتلعب البيسبول؟ هل تسمع يا كابامارو؟ ستلعب في ملعب كوشين الكبير. كابامارو، هل فهمت ما أقول؟ أعطني طبقا آخر من الشومان. كابامارو، دعني، أنا مشغول الآن بأكل الشومان. لا تحدثني عن البيسبول هذا. لا، اسمه ليس بيسبول، اسمه بيسبول، هل فهمت؟ أعرف ذلك، يجب ضرب الكرة بالعصا. ماذا؟ أنت تعرف اللعبة، رأيت أولاد القرية يمارسونها. إنها لعبة مملة جدا. كابامارو، حسن ألفاظك، لا تشتم البيسبول. إنها مجرد لعبة للأطفال فقط. اصمت، لن أفعل. اسكت، لن أصمت. لعبة للأطفال. حسنا يا كابامارو، لنحاول معرفة الحقيقة. هيا. هيا أظهروا مقدرتكم، قد يهاجمنا الأوجوكو في أي وقت، تابعوا التدريب وبقساوة. عددنا أصبح 40، ليس بالعدد الكبير. كيف يتحرك الأوجوكو يا كاورو؟ أرجو أن تنظر جيدا. التقطنا هذا الفيلم سرا. الشاب الذي يقف إلى جانب ماجيما هو نيكي شونانينغو. إنه يسيطر على زعماء فرق الأشرار المنتشرة في جميع الأنحاء. لقد سلم لماجيما 3 فرق حتى الآن. والشاب إلى يمين ماجيما هو جانزو توكيميتشو، رئيس فريق السائقين المتهورين. ويقال إن هذا الفريق شديد الخطورة. هذا يكفي؟ حسنا، لا فائدة من القيام بأي تحرك الآن. سننتظر مباريات البيسبول في الربيع حيث نكون أنهينا الاستعدادات. أنت تعتقد أن كابامارو هو القائد في الظل؟ أجل، أنا متأكد أن كابامارو هو القائد. لا تكن سخيفا، تقول إنك متأكد وأنا متأكدة أيضا أن كابامارو لا يمكن أن يكون هو القائد في الظل. سيدة أوكوبو. ماذا هنالك يا صغيرة؟ كابامارو سيشترك بمبارزة شيقة مع تونو. مبارزة؟ أجل، سيقيمان مبارزة في البيسبول. يا للكارثة. يبدو الأمر شيقا. هيا بنا نتفرج. أريدك أن تراقب كابامارو جيدا لعلك تغير رأيك فيه. حاضر. كابامارو، أرسل الكرة 3 مرات. إذا أصبت الكرة ستنضم للفريق، مفهوم؟ مهلا مهلا، هدئ أعصابك. تونو هو أفضل ضارب بالعصا في المقاطعة، لن يتمكن كابامارو من الفوز. إذا دخل نادي البيسبول ستتحول إليه كل أنظار الأوجيوكو. ماذا ماي؟ حسنا، انظر إلي جيدا يا تونو، ترى هل ما سأفعله صحيحا؟ لابد أن أضرب الكرة، سأجرب. سأجعله ينضم إلى الفريق. جاهز؟ أين الكرة؟ هذه رمية النيمبو يا صديقي. يا لهذه السرعة العجيبة. لا لا لا، لابد أنها مصادفة. سأضرب التالية.
وأنا لم أكن مستعدا بما فيه الكفاية. إنه يغير الاتجاه. يوبي. ماذا؟ كرة منخفضة. ليس من جديد. يجب ألا أخسر الآن. هيا يا كابامارو، التالية هي الكرة الأخيرة، ارمي. هل رأيت كيف رميت الكرة يا ماي؟ رائع. أتمنى أن يصيب تونو الكرة الأخيرة حتى لا يتورط كابامارو في المشاكل بين المدرستين. كابامارو، عليك أن ترسل الكرة مرة أخيرة. أعرف أعرف كم هو عنيد. هوبا. أخطأت بتقديري له مرة أخرى. جاهز؟ إنها الكرة الأخيرة. هيا، رمية النيمبو بثلاثة أحجام. يوبي. يا ما هذا؟ لقد ربحت. يوبي يوبي. ربح كابامارو. ياه، نادي البيسبول سيخسر المباراة حتما. رائع رائع، لقد أحسنتما. هيا انهض يا عزيزي. أعرف أنك تشعر بالأسف، ولكن ما عليك سوى أن تتمالك أعصابك يا صديقي. سيدة أوكوبو، هذا رأيي أيضا، كانت المبارزة جيدة. أجل، حتى البطل في فريق العمالقة لم يسجل رقما قياسيا بهذه السهولة. سوف أصبح يوما أفضل لاعب بيسبول في البلاد كلها، وسأسجل 800 نقطة بنفسي. أخبرني يا تونو، هل أنت بحاجة إلى كابامارو في مباراة هذه السنة؟ ماذا؟ أنت متأكد من الفوز إذا ما انضم إليكم؟ أجل، ألم تري بعينك ماذا جرى منذ لحظات؟ فهم. كابامارو، لماذا لا تنضم إلى الفريق؟ نعم، لماذا يا جدتي؟ لقد فزت في المبارزة. كابامارو، إذا مارست الرياضة ستحتاج لغدائين في اليوم. غدائين في اليوم؟ ماذا قلتي؟ حصتين للغداء. بصراحة أردت الاشتراك في البيسبول منذ وقت طويل. سيدة ذكية. شيزو. نعم. لماذا لا تنضم مع كابامارو إلى فريق البيسبول؟ ماذا؟ ماذا؟ شيزو غير معقول. جدتي تعلم أن شيزو هو القائد في الظل، لهذا السبب هي تحثه على الاشتراك. سيدة أوكوبو، لا أقدر أن أنضم إلى شيزون. ضعيف ولا يمكنه أن يلعب البيسبول. تريد الفوز أليس كذلك يا تولو؟ أجل، هذا ما أريده أنا أيضا. كابامارو وشيزون هما من أعضاء الفريق منذ اليوم، أرجو أن تشجعهما. جدتي، أنا سأكون مشجعة. شكرا ماي، لطالما أردتك أن تكوني مشجعة للرياضة. نعم. هاي هاي شيزون، ما تعني مشجعة رياضة؟ تعني أنها ترتدي ثيابا خاصة وتشجع الفريق. ماذا؟ ترتدي ثيابا خاصة وتشجع؟ هي هي كابامارو، هي هي كابامارو. حسنا، لنلعب البيسبول معا يا شيزون، تحرك. أجل كابامارو. حسنا حسنا يا تونو. سوف نفوز في مباراة منتخب كانتو بكل سهولة. يعيش يعيش، أول الفائزين هو ماي تونو، وسأصبح نجما لامعا. عصتان للغداء ابتداء من الغد. في هذا الوقت لماذا سيد أوكوبو؟
ماذا؟ كابامارو وشيزون انضما إلى نادي البيسبول؟ السيدة أوكوبو أمرت جميع الطلاب بتشجيع نادي البيسبول. أمر من المديرة؟ ماذا يحاول شيزون أن يفعل بالضبط؟ لابد أنه عمل غبي. لا، قل لي متى تبدأ المباراة لمنتخب فريق كانتو؟ في الشهر القادم. حسنا. ألم تفهم شيئا بعد يا هياشي؟ لا، اقتنعوا أنهم أضعف منا لذلك يريدون تسوية المسألة في البيسبول. الآن فهمت. لن أسمح لك بهذه المناورة يا شيزون. انتظر وسوف ترى. انتظر. كابامارو، جهزت لك علبة غداء. طعام اليوم كريدس مقلي. يبي علبة واحدة فقط؟ لا تتخابى، أعطني واحدة ثانية. أهلا، إنها هدى. ابذل جهدك في التدريب اليومي. أخبريني، هل هو... أجل، أنا حضرته كابامارو. لست مضطرا لأكل الشومل في المطعم بعد اليوم. أجل. علبة غداء أعدتها ماي. حسنا، أنا ذاهب الآن. يبي، أعطني هذه أيضا. يا هل هو بخير كابامارو؟ يوبي يا يوبي هوب. حسنا، لنبدأ التمرين. سنبذل كل جهدنا. يا عدد الطلاب الذين يشاهدون التدريب كبير. علينا أن نحقق النصر من كل بعد. كابامارو، سنبدأ بك. لكن كابامارو لم يصل إلى الملعب حتى الآن. لا، إنها تلمع. لم أعلم أن الساندوتشات يمكن أن تلمع هكذا. لا أجد الشجاعة الكافية لأكلها، لكن ماي صنعتها لي. يجب أن أكلها. سأحاول. هيا. نشهية طيبة لذيذة. يبي ياي، إنها طيبة. مألت الطعام. ياي، شكرا شكرا لك يا ماي. ياي، هيا التقط. ما بكم؟ هيا تحركوا بسرعة. شيزون هو الوحيد الباقي. ياه، طريق مسدود. ألم يأتي كابامارو بعد؟ لا تنسى شيزون يا تونو. تونو تونو، دع شيزون يحاول. هل يمكنك التقاط كراتي يا شيزون؟ لا أدري، سأحاول. تونو لا تقسو على شيزون. فهمت فهمت. هيا شيزون، خذ مركزك ولنحاول. هيا، إنه كالحجر حول عنقي. ماذا؟ إنه يقف مثل المحترفين. جاهز؟ خذ. رائع رائع شيزون. لم يجدر بي أن أتحرك بهذه السرعة. التالية، خذ. التقطها وعينيه مغمضتين. ما كان يجب أن أتصرف هكذا. شيزون، أنت جيد جدا. تمكنت من التقاط الكرة من اليوم الأول. أجل، أعتقد أن تدريب كابامارو في المخيم هو الذي نفعني. ماذا تفعل؟ لم أتوقع أن تكون بهذه البراعة يا شيزون. كانت كرة سهلة. كابامارو.
مرحبا. ألم تعرف بعد؟ شيزون سريع جدا يا تونو، سريع سريع سريع. كابامارو، ماذا تريد؟ كابامارو أين كنت؟ إنه دورك. شكرا تونو، لقد انتهيت. لا لا تتركني لوحدي. هيا يا كابامارو. وماذا تريدني أن أفعل؟ اسكت وخذ. ماذا نفعل؟ انتظر. كابامارو عليك أن تلتقط الكرة، هيا كابامارو. ماي، يجب أن ألتقط الكرة. حسنا الآن فهمت، هيا يا كابامارو تحرك، هيا. إنه بارع جدا، كابامارو وشيزون ولدا ليلعبا البيسبول فقط، لم أشاهد مثلهما في حياتي. النصر، النصر لنا. لقد كرست نفسي لرياضة البيسبول منذ سنوات طويلة، أنا أتدرب وأثابر في المطر وفي العواصف وفي الثلج، في الليل وفي النهار. أخيرا حلمي سيتحقق، أنا متأثر جدا. تراه لماذا هو يبكي الآن؟ ألو، هنا مجلس الطلبة. خط خارجي. من يتكلم؟ ألو كاورو؟ هل ماجيما من الأوغيوكو؟ اسمعي، أردت فقط أن أخبرك نبأ سرا، لقد تقرر إلغاء بطولة منتخب كانتو. ماذا قلت؟ الأوغيوكو، الجيزي، الجيوتي، السيدو، والأزوكي طلبوا بترك الرابطة. ماذا؟ تعني أن مباراة البيسبول لن تقام؟ ماذا جرى بصدد منتخب الرابطة؟ أخبرني ماجيما أن المنتخب قد انتهى أمره. ماذا؟ توصل إلى ذلك؟ لا بد أن تونو سيحزن كثيرا. هذا كل شيء. ماذا؟ لا تنفعل هكذا. كيف لا أنفعل؟ لماذا ألغيت المباراة؟ لماذا؟ لست أنا من ألغاها، إنه ماجيما. ماجيما؟ تقصدين رئيس الأوغيوكو؟ أجل، هو الذي يستحق اللوم وليس أنا. مباراة البيسبول لن تقام. النجدة. نجحت جدتي في ضم الفتيات إلى نادي البيسبول، لكن الرابطة ألغيت. ماذا علي أن أفعل يا سايزو؟ تباً، إذا ألغيت مباراة البيسبول هذا يعني أن ماي لن تحضر لي علبة الغداء بعد اليوم. أجل، أعتقد أنني سأتمكن من إقناعه. لديه الجرأة للقدوم إلى هنا؟ إنه جاسوس. ماذا تقصد؟ أخبرني ما هو العدد الصحيح لفرقة شيزون يا تونو، هيا. لا أعلم شيئا عن الموضوع. يبدو أنه شاب عنيد جدا. أنا حقا لا أعرف شيئا. أتساءل إلى متى يمكنه الصمود؟ ترى ماذا سيفعلون الآن؟ من هنا؟ حدث أمر رهيب. ماذا جرى؟ تكلم. كان ملقا عند المدخل. ما الأمر يا تونو؟ أخبرني، تكلم. ماجيما هو الذي فعل بي ذلك، إنه عازم على مهاجمتك. تونو، تبا لك يا ماجيما، ستدفع الثمن غاليا يا